زي الأرجنتين واحد منهم. منتخب فرنسا إصابات بالجملة، بنزيما اللي كل العالم مستني يشوفه في عز ما هو بياخد الأفضل في العالم وبيكسب البالندور خارج كأس العالم، حظه عسر جدا، ولأول مرة من السبعينات يكون الحاصل على البالندور أفضل لاعب في العالم ما يبقاش موجود في كأس العالم كريم بنزيما. حظه عسر كمان مع منتخب فرنسا لأنه ما كانش موجود في قائمة طبعا 2018 لما حصدوا اللقب بسبب مشاكله مع كانت بقى ماتيو فالبوينا والفيديو واللي كانت مع ديدي ديشان. ففترات توهج منتخب فرنسا من بعد 2016 لحد 2020 كان توهج بنزيما ما كانش موجود فيها مع المنتخب. يعني كانت اوت المرة دي في ايه؟ مباراة الافتتاح. انت بتابع بقى. انا كنت متوقع بصراحة ان قطر تظهر بشكل احسن من كده بكتير. وعلى فكرة انا ما زلت متوقع ان قطر هتظهر في الماتشات اللي جاية بشكل افضل من كده، لان منتخب قطر على فكرة الجيل ده بيعد بقاله 10 سنين منتخب دوت. ما فيش اي منتخب في العالم اعد بالطريقة دي، ان انت تاخد كاس اسيا، ان انت تشارك في تصفيات كاس العالم مع قارة اوروبا، ان انت تشارك في كوبا امريكا وتشارك في الجولد كاب. المعز علي النهاردة ده اللي كان مهاجم منتخب قطر النهاردة، ده المهاجم الوحيد اللي سجل في أوروبا في بطولات قارية لأوروبا وأسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية 4 قارات. مفيش مهاجم تاني عملها في التاريخ طبعا، لأن مفيش حد أعد بنفس الطريقة أنه هو يلعب في 4 قارات مختلفة. فالحقيقة النهاردة كان مشاركة محبطة تماما ومختلفة تماما، وأعتقد أن مش ده مستواهم الفني، ولكن هم تأثروا نفسيا، متكانوش مؤهلين بشكل نفسي جيد للمباراة دي. عشان كده أعتقد النهاردة بعد الهزيمة دي وبعد ما الطموح اللي هو إيه عارف أنت سقف التوقعات نزل تماما، هيتحرروا في الماتشات اللي جاية. زي على فكره دي جمله مظبوطه، زي ما حصل مع السعوديه السنه اللي في كاس العالم 2018، ومش خسروا من في الافتتاح من روسيا 5، بعد كده عملوا ايه؟ خسروا من اوروغواي 1-0 بالعافيه جول لويس فواريز، وكسبوا منتخب مصر. فهو انت في الاول لما تخش وانت سقف التوقعات عالي جدا، احيانا ده بيبقى سلاح عكسي ان انت تتاثر. فاعتقد هم تخلصوا من ده النهارده رغم ان هي هزيمه محبطه جدا، وممكن يظهروا الماتشين الجايين بشكل جيد حتى لو مش هيتاهلوا. انا كنت صراحه متوقع ان ممكن قطر تتاهل بعد غياب ساديو ماني، ولكن واضح ان لو كملوا بالمستوى ده طبعا لا، السنغال هي الاقرب للتواجد، او الاكوادور بقى بعد النهارده كمان مع هولندا، ولكن ممكن لسه ما فيهاش ما خلصتش يعني تماما. لسه الاماني ممكن. ممكن لا مش بعيده خالص. منتخب فرنسا، منتخب فرنسا زي ما اتكلمنا بنزيما حظه عسر ان هو ما لحقش افضل ايام فرنسا، ولكن كمان مشكله بقت اعمق من بنزيما. انت بتتكلم عن ان الاول نكونكو اتصاب فدخلت توماس ترام، حاليا بنزيما اتصاب فخلاص بقى ديدي ديشان قال مش هدخل حد تاني، انا مش هقعد كل شويه ادخل حد من بره، هيطلع هيبقى القايمه 25 مش 26. ده يضاف الى غيابات اسامه مؤثره من البدايه، بنتكلم عن جولو كانتي وبول بوجبا وبليز ماتويدي اللي هو الثلاثي بتاع خط وسط فرنسا في 2018 بالكامل مش موجود، هيغيب المره دي. فاعتقد ان فرنسا هي بقى اللي ممكن تروح بعيد. طبعا هي امبابي ضامن مكانه، انطوان جريزمان ضامن مكانه، واوليفي جيرو دلوقتي هو اللي هيبقى ضامن مكانه زي ما كان في 2018 في غياب كريم بنزيما. كان هو هتبقى احلام وطموحات كبيره جدا للجمهور الفرنسي لامبابي. امبابي طبعا كان حامل الاحلام من 2018، يعني لما جاب لهم كاس العالم هو خلاص اوريدي حقق الاحلام وخلاها واقع. السنه دي بقى المنتخب مؤهل يقدر ان هو يقدر يقود منتخب فرنسا؟ اوريدي قاده طبعا في 2018 وللبطوله، فعشان كده هو اثبت يعني رمى بياضه زي ما بيقولوا. فمش لسه عايز يثبت ده، ولكن هو المنتخب ككل السنه دي مش زي 2018، لا مش نفس القوه بتاعت 2018، ومش نفس اهم حاجه البصه بتاعت الناس الباقيه ليهم. يعني في 2018 انت ما كنتش تحت المجهر، انت منتخب فرنسا الكبير القوي طبعا ولكن انت بقالك بعيد كتير عن الساحه، لكن انت المره دي حامل اللقب، فالناس هتبقى عامله لك الف حساب. مع الغيابات دي اعتقد ان لا منتخب فرنسا مش نقطة بعيدة؟ مش بعيد قوي لا. مش بعيد يعني أتوقع دور الثمانية مثلا يبقى كده حلو بالنسبة لي.